يا الله، السلام عليكم شباب. فيديو جديد نبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد. شباب خلونا لايك على هالفيديو، والما مشترك خلي يشترك، واهم شيء شباب تفعلون زر الجرس، لان هواي يراسلوني يقولون ما جاي توصلنا اشعارات من تنزل فيديو، ورا يومين ثلاثة يلا يطلع الفيديو. فشباب اهم شيء تفعلون زر الجرس، وتفاعل هاي الفترة كلش نزل، فما اعرف شنو المشكلة. اريد همتكم باللايكات حتى يرجع التفاعل مثل ما كان، ويصير لنا واس اكثر واكثر ونستمر وياكم. فما اريد اطول عليكم اكثر، خلونا نبلش حلقتنا مال اليوم. عند هاي شجرة المورينجا القدامى متابعيني يتذكرونها، كنت اقطع من عندها واطل الطيور، فيبست ووقعت الاوراق مالتها كلها وذبت بذور. هسه هاي بذور، فهسه راح اخذ هاي البذور ان شاء الله على الشهر التاسع ازرعها. خلي ألمهن هسه ذرني البذور كلهن وارجع لكم. هاي شكل البذور مالتها تصير هيجي. هاي البذرة مالتها، فان شاء الله على الشهر التاسع راح نزرع هاي البذور كلها. اللي ما يعرف المورنجة خليه يدخل عليها على جوجل ويشوف فوائدها للانسان وللطيور. انا شارح عليها وشارح فوائدها، ودائما اطل الطيور من عندها، بس هسه لان وقعت الاوراق مالتها كلها فما جاي اطيها. هسه بدات تطق من جديد، شفايه ان شاء الله منه وهيك راح نطيها للطيور، ناخذ من هاي نقطع ونطي للطيور، وحتى البذور هم مفيده للطيور. فهسه هاي البذور كلها راح المها ان شاء الله. هاي البذور كلها شلعتها هسه، شوف الكميه مالتها. هاي اول سنه اذب عندنا بذور، لان هي مو قديمه عندنا كلش، صار تقريبا سنتين من زرعتها. هاي البذور مالتها زراعتها كلش سهلة، تتقشر هاي، تتقشر البذرة شوي لين بيد وحدة، تتقشر هاي البذرة وتنزرع حالها حال أي بذرة. فإن شاء الله بشهر التاسع راح أزرعها قدامكم. راح أخذ من هذا ورد الصباح، هذا طلع على الحديقة على الثيم، إحنا زارعينه بس هنا. هذا الزايد راح أقصه وأزرعه بالسندانات اللي عندي فوق، بس ما اقدر اخليه بداخل المحميه، لان بداخل المحميه الطيور تاكله. راح اخليه خارج المحميه ان شاء الله. لان بعثنا مطاردات صار تقريبا بال 15 يوم ولحد الان ما زاجت، اول مره هيك يطولن عندي. شباب بخصوص البيض مال الدجاج الكوشن، جاي الم من عدتين ويخرب واذب، ذبيت وجبتين وهسه جاي الم بالوجبه الثالثه، لميت اربع بيضات واحتمال باكر يصيرن ست بيضات، لان هن بين يوم ويوم يبيضن بيضتين. فالعده فقاسه وقريب علي شباب، خلي راسلنا اعطيهن له ببلاش، لان الصراحه حرامات جاي يخربن واذبهن. الفقاسه مالتي انا بعدنا لحد الان ما مشغلها، لان شغلتها والحراره ارتفعت مثل ما تعرفون، فحرام اتجازف بيهن واذبهن بالفقاسه وهي الحراره مالتها 40 فوق ال 40، يعني مليون بالمية ما يطلعن. فالقريب عليه خلي راسنا اعطيهن لبلاش. عند هذا الزوج المشجر احتمال خرب البيض مالتهن وقامن، لان كان النايمات عندهن بيضتين، هسه تركنهن صار يومين تاركات البيض، كل ما اصعد لهن القاهن تاركات البيض، فاحتمال كلش كبير خربان البيضات. بقى عندي ذاك الزوج الثاني اللي نايمات لحد الان، ننتظر والله كريم. اخبار الاحشاش بعد ماكو تفقيس لحد الان، ان شاء الله منه وهيك يبدا التفقيس، لان بالفيديو الفات فحصت البيض كله شاد ما عدا ذنيت المكسرات هناك بالزاويه، فهذن الباقيات كلها شادات ان شاء الله. ومنه وهيك اكو تفقيس احتمال على الفيديو الجاي او اللي بعده ما اعرف الصراحه، ما حاسب لهن. فهسه شو نسوي؟ نرطب هذا الثيل على مود رطوبه لهن. خليني اجيب الصونده وارطب، وهاي الرطوبة بهالطريقة نوفرها.
مشكلة المي ضعيفة هنا لأن التانك كلش بصف المحمية هذه، فماكو دفع قوي. هاي يعني يوميا من أزق الزرع لو أترس مي للطيور على هالمعاناة هاي. هاي السنادين حضرتها هسه راح ازرع بيها ورد الصباح، وهنا اخليهن بوش المحميه هنا بهالمكان، وعندي سنادين صغار احتمال راح اعلقهن هنا، يعني اسويهن في الطريقه واعلقهن، نشوف شلون اعلقهن هم اصور لكم اياهن. وهذا ورد الصباح، هذا قصيته وجبته. ورد الصباح شباب زرعته كلش سهله، اللي ما يعرف يزرع زرعته كلش سهله، يعني تجيب لك اي غصن تقصه بهالطريقة هاي وتنظفه وتخليه بالتربة، هاي زراعة ورد الصباح، أسهل زراعة هي ورد الصباح، ويعني نسبة نجاحها 100%، يعني ما يفشل، بس أهم شيء تخليه بمكان شمس وتسقيه يومية. هسه راح أزرع ذني كل هنا وأرجع لكم. هاي الشتلات مال ورد الصباح، وهاي قسم هم هنا. الحلوة بورد الصباح ما راح يبس مثل باقي الزرع يبس وبعدين يخضر، لا قبل يخضر، هسه هاي اذا قبل هيك الصبح قبل توقف هيجي، وبيها اكو مثل هسه هاي يجوز الصبح تفتح لو يعني بعد يومين تفتح، مثل هاي تفتح باكر. هاي الحلوة بورد الصباح، اكو زرع من تحوله من سندان السندان يبس وبعدين يطق، لا ورد الصباح قبل يخضر. هذا القسم ان شاء الله زراعتهم، والقسم الثاني عندي سنادين صغار قلت لكم راح ازرعهن بهن واعلقهن هنا، أنا بس اشوف الطريقه شلون اعلقهن على مود ازرعهن. صباح الخير شباب، مثل ما قلت لكم هذا ثاني يوم الصبح فتح الورد، هاي بيضه صار عندي 5 بيضات حاليا، مثل ما قلت لكم اذا احد قريب علي ويحتاج شن خلي راسلني وبخدمته. عندي هذا اكثر عش يتكسر بيه بيض، لان الطيور كلها جاي تتكوم هنا بهذا العش وبهذا العش، فاكثر عش عندي يتكسر بيه بيض هذا، وهذا هم يتكسر بيه، فهذا راح افتحه ان شاء الله اغير مكانه. هسه شوفوا هاي 4 بيضات مبيضات، شوفوا ايش قد مكسرات، هسه فحصت ان 3 بيضات مكسرات وواحده ما بيها شيء، فحرامات هاي هسه راح افتح العش، هاي هم مكسوره، ذن 3 مكسورات، وهذا العش كان بيه 2 مكسورات، هسه لقيت بس واحده، هذن 4 بيضات مكسرات بذن العشين، اكثر عشاشي يتكسر بين البيض. وقت هاي البيضه بيضه جديده هسه مبيضات، اهم راح اكسرها على مود افتح هذا العش ويبيضا من جديد، بعد ما ريتني بيضا هنا. وهذا العش اللي متابعين القدامه يدرون بيه ايش قد خسرت فيه افراخ، يعني سبحان الله حتى لو يفقسن لو يموت لو ما القى الافراخ. فهاي البيضه هم راح اكسرها ان شاء الله، افتح هذا العش راح اخليه هنا بهذا المكان. واخيرا زوجين المشجر. هذا اللي يركض وراها يوميه، زوجين ولزمن عش.